مرحبا زملائي، أنا أحمد فاتح ساركايا، طالب في السنة الثالثة في قسم علم النفس في جامعة العلوم الصحية. هدف قسم علم النفس هو اكتشاف وفهم الإنسان من مختلف الجوانب المعرفية والاجتماعية والمادية على أسس وقواعد علمية. يقع قسمنا في كلية علوم الحياة في حرم سليمية الجامعي في مدينة إسطنبول. لو كنت سأعدد بعض الدروس التي نتلقاها في قسمنا، فلدينا دروس مثل علم النفس العصبي وعلم النفس الثقافي وعلم نفس الصناعة والتنظيم والتنمية مدى الحياة وعلم وظائف الأعضاء. أما بالنسبة للتدريب العملي فلدينا فرص واسعة في هذا المجال بفضل كون الكثير من المستشفيات في تركيا تابعة لجامعتنا ولكونها مدعومة من الدولة أيضا. لدينا تدريب عملي في الفصل الصيفي في السنة الثالثة. يمكن ممارسة مهنة الطبابة النفسية في العيادات من خلال الدراسة في مجال ماجستير علم النفس العيادي بعد إنهاء البكالوريوس في علم النفس، كما ويمكن العمل في المستشفيات أيضا. بالإضافة إلى ذلك يمكن العمل من خلال التخصص في مجالات علم النفس الفرعي مثل مجالات علم النفس العصبي وعلم النفس الثقافي وعلم النفس الاجتماعي. كذلك فإن فرصة العمل في السلك الأكاديمي واحدة من الفرص التي يقدمها هذا التخصص. اخترت قسم علم النفس لتدعيم رغبتي باكتشاف وفهم الإنسان بأسس علمية، كما واخترت جامعة العلوم الصحية في اسطنبول بهدف تطوير حياتي المهنية في السلك الأكاديمي. بعد أن أتخرج أود القيام بالدراسات والأبحاث حول علم النفس العصبي بوصفه مجال اهتمامي الشخصي. يمكنني أن أنصح الأصدقاء الجدد القادمين إلى جامعتنا بهذه الأشياء. شرطنا الأول هو أن تأتوا وأنتم تريدون هذا المجال حقا. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون عملية تطوير أنفسكم وتحسينها من خلال المشاركة في المؤتمرات والمحاضرات والفعاليات طوال السنة الأربع لبرنامج البكالوريوس في علم النفس من أهم أولوياتكم. جامعتنا غنية إلى حد بعيد بإمكانيات الحرم الجامعي المتنوعة، لذلك أنصحكم بالاستفادة من هذه الإمكانيات عند قدومكم إلى جامعتنا. أتمنى لكم حياة دراسية موفقة. ننتظركم في جامعتنا.